أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في شرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيدي الشيخ أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه بأدلته النقلية. قد وصلنا فيه إلى وجوب قضاء الفوائد. قال الشيخ رحمه الله تعالى المصنف: ويجب قضاء ما فاته منها ولو شكا فورا مطلقا ولو وقت نهي في غير مشكوكة إلا وقت الضرورة. ثم شرع يتكلم الشيخ على وجوب قضاء الفوائد، ومعنى القضاء استدراك ما خرج وقته، والأداء أداء ما وجب في وقته. يعني أن الصلاة كما قال القرآن: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا، يعني فرضا مؤقتا بوقت، فمن أداها في وقتها فهي أداء، وهذا هو الواجب. وقد بينا قبل ذلك يعني الوقت الاختياري والوقت الضروري. الوقت الاختياري هي تؤدى فيه الصلاة في أوله أو وسطه أو آخره، والوقت الاختياري الضروري أي الذي لا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة إليه إلا لأصحاب الضرورات العشرة كالنوم والغفلة والحيض والنفاس والإسلام، يعني الأشياء اللي هي ذكرناها قبل ذلك دي اسمها ضرورات. الصبي مثلا يبلغ في الوقت الضروري، الكافر يسلم في الوقت الضروري، المرأة الحائض أو النفساء تطهر في الوقت الضروري، يستيقظ في الوقت الضروري، الإنسان نسي الصلاة وتذكرها في الوقت الضروري، كل هذا من الضروريات التي لا يأسم الإنسان إذا أخر الصلاة بالوقت الضروري. أما إذا فات الضروري مع الاختيار أصبحت الصلاة قضاء، يعني إذا طلعت الشمس صارت الصبح قضاء، إذا غابت الشمس صار الظهر والعصر قضاء، إذا طلع الفجر صار المغرب والعشاء قضاء، وهكذا. هذا معنى القضاء. يبقى القضاء استدراك ما خرج وقته.
قال الشيخ: ويجب على المكلف قضاء، أي فعل واستدراك ما فات وقته، أي ما فاته من الصلاة بخروج وقته. طبعا لغير جنون أو إغماء أو كفر أو حيض أو نفاس أو لفقد طهورين، بل لتركها عمدا أو لنوم أو لسهو. طبعا المجنون المغمى عليه، الكافر، الحائض، النفساء، فاقد الطهورين، دول طبعا لا يجب عليهم القضاء. ليه طيب ما عليهمش القضاء؟ لأنهم ليسوا مخاطبين بالصلاة. المجنون المغمى عليه، الكافر، الحائض، النفساء، الذي لا يجد ماء ولا تراب، كالمسجون مثلا أو المربوط في شجرة. أما الذي تركها عمدا أو سهوا عنها أو نوما عنها، هذا هو الذي يجب عليه القضاء. والأصل في هذا قول أبي قتادة رضي الله عنه، قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، يعني قالوا: يا رسول الله ننام عن الصلاة فتفوتنا. طبعا نوم الصحابة مش زي نوم نحن، لا، دول كانوا ينامون من شدة التعب، كما ناموا لما رجعوا من خيبر، ناموا جميعا نوما شديدا عميقا. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا راجعين من غزوة خيبر، فناموا في واد من الأودية، غلبهم النوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال: يا بلال، اكلأ لنا الفجر، يعني احفظ لنا الفجر، يعني خلي بالك من صلاة الفجر حتى لا تفوتنا. سيدنا بلال يعني أخذ يصلي، ولكن من شدة التعب استند إلى ناقته فنام، فلم يوقظهم إلا حر الشمس، يعني طلعت وسخنت، حر الشمس هو اللي أيقظهم، وكان أولهم استيقاظا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول واحد هو. فقال: يا بلال، يعني عايز يقول له أين الفجر؟ يا بلال، قال: أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، يشير إلى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس في النوم، يعني عايز يقول أنا لا أملك نفسي، قبضها الله يعني وردها إلي بعد طلوع الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل واحد يأخذ من زمام راحلته ويرتحل، يعني يمشي من الوادي ده، ارتحلوا من هذا الوادي فإن به شيطانا، فإن به شيطانا. فارتحلوا من الوادي ثم توضأوا، وأمر سيدنا بلال أن يقيم الصلاة، وصلوا الصبح، وصلوا قبله ركعتي الفجر. ده أصل الإيه؟ يعني أصل القضاء. فلما نام صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى طلعت الشمس قضوا صلاة الإيه؟ قضوا صلاة الصبح، وقضوا ركعتي الفجر. قضوا ركعتي إيه؟ الفجر، لأن ركعتي الفجر تقضى إلى أذان الظهر. طيب خلي بالك، أنت تستفيد مسألتين: وجوب القضاء، و
قضاء النافلة، نافلة الفجر، لأنها مؤكدة، سنة مؤكدة عند جمهور العلماء ورغيبة عند الإيه؟ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. فالصحابة سألوا: يا رسول الله، ننام عن الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، كما رواه النسائي والترمذي والإمام أحمد. لأن النام رفع عنه القلم، لكن يجب على الإنسان الآن مثلا أن يضبط المنبه الذي ينبهه للصلاة، أو يقول: يا فلان مثلا أيقظني في صلاة الصبح. هذا هو الواجب. لكن في بعض الناس بيبيت النية أنه لا يصر، أو أحيانا يصر كمان ويضبط المنبه على الساعة 7 الصبح أو 6:30 ليقوم للعمل، مش لأجل الصلاة، لا، يقوم للعمل علشان التوقيع في الدفتر، يعني يخاف من المخلوق ولا يخاف من الخالق. طيب مش خايف إن الملائكة العشرة تاخذ غياب؟ الملائكة العشرة التي تنزل في صلاة الصبح، أن القرآن قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. مشهودا يعني تشهده الملائكة، تشهده. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون 10 و10، فينزلون في صلاة العصر ويبيتون معهم، ثم يعرج الذين باتوا وينزل غيرهم 10 من الصبح إلى العصر، فيقول الله عز وجل يعني للذين باتوا وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقول يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ده بالنسبة للذين يحافظون على الصبح والعصر. فأنت خلي بالك، يعني الملائكة تقول: أتيناهم نائمين وتركناهم نائمين، للذي ينام عن صلاة العصر وينام عن صلاة الصبح، والذي يحافظ يبقى تشهد له الملائكة، يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذه معنى إن قرآن الفجر كان مشهودا، عشان محدش يفهم من الحديث إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن النائم يعني حتى ولو نوى عدم القيام لا اسم عليه، لا لا لا، كده يبقى يعني هو مصر على الإثم ومصر على تأخير الصلاة. لكن إذا أخذ الاحتياطات وقال لفلان أيقظني وضبط المنبه مثلا ولم يستيقظ، يبقى إيه؟ يبقى نومه صدق عليه، ويكتب الله له مثل ما كان يعني. انظر إلى الفرق بين هذه النية وهذه النية. نية القيام والمحافظة على الصلاة يكتب لك ما كنت تنويه، أما إذا أصريت على تأخير الصلاة ولم تنبه على أحد ولم تضبط المنبه، يبقى أنت بيّدت المعصية، والله يكتب ما يبيتون. خلي بالك، يعني أنت غافل وليس بمغفول عنك، هناك شهود عليك 10 بالليل و10 بالنهار، فخلي بالك.
فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. وحديث ثاني في صحيح مسلم عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني بها. وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني بها أو لتذكرني فيها. فهذا دليل على وجوب القضاء على من فاتته الصلاة ولو عمدا، لأن الحديث ذكر الناسي والغافل والنائم، يعني من مجمل الروايتين ذكر النائم والناسي والغافل، هو يمضي عليه الوقت ولا يدري، ده اسمه الغفلان. ولم يذكر العامد، لم يذكر المتعمد. فقالوا العلماء هذا من باب التنبيه على الايه، على الاعلى بالادنى، على الادنى ايه، على الاعلى بالادنى، يعني النوم الغفله النسيان اخف من الايه، العمد. زي ما قال القران في الوالدين: فلا تقل لهما اف، يعني يجوز الضرب؟ لا. واحد يقول يعني انا مش هكلمهم كلام شديد، لا انا هضرب، عشان ربنا ما نهاش عن الضرب. قال: فلا تقل لهما اف. لا، ده ان كان الاف هو المحرم يبقى من باب اولى الضرب. هذا معنى التنبيه بالادنى على الاعلى. هنا نبه بالنوم والغفله والنسيان على المتعمد، هذا من باب اولى يقضي الصلاه التي تركها عمدا. لان بعض الظاهريه كابن حزم والشوكاني يعني قال ان المتعمد لا قضاء عليه. وللاسف تلاقي بعض يعني فتاوى الفضائيات يفتون بهذا الايه، بهذه الفتوى، لان الشيخ ابن تيميه ايد هذه الفتوى. تلاقي الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وكل علماء السعوديه هناك متبعين راي ابن تيميه، ويتركون الائمه الاربعه. الائمه الاربعه جميعا قالوا بوجوب قضاء الصلاة على المتعمد الذي تعمدت يعني ترك الصلاة، وهم يفتون الناس على مذهبهم، يقولون إن الأحاديث نصت على النائم والناسي والغافل ولم تذكر المتعمد. ده زيادة على ذلك أنهم يكفرون تارك الصلاة، وعندهم الكافر ما دام أسلم خلاص، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذه حجة الذين يقولون لا قضاء على المتعمد، عشان لو حد سمع في الفضائيات يبقى عارف إن الفتوى دي مخالفة لإيه؟ للمذاهب الأربعة، يعني الإمام أبي، المخالفة لرأي الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. لم يقل أحد من هؤلاء بذلك، إنما الذي قال بذلك الشوكاني وابن حزم والظاهرية، وتبعهم ابن تيمية من الحنابلة المتأخرين، وجوع علماء السعودية يفتون الناس بهذه الفتوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما فاتته صلوات أربع صلوات يوم حفر الخندق شغله المشركون، فدعا عليهم وقال: ملأ الله
بيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لكنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى العصر الظهر، وصلى الظهر كما كان يصليها أو أحسن، ثم أمره أن يؤذن وأن يصلي وأن يقيم الصلاة للعصر، فصلاها كما كان يصليها أو أحسن، وأمره أن يؤذن وأن يقيم الصلاة، وصلى المغرب كما كان يصليها أو أحسن، ثم أمره أن يؤذن ويقيم الصلاة للعشاء، فصلاها كما كان يصليها أو أحسن. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته الصلوات الأربعة دي في حفر الخندق وشغله الأعداء ودعا عليهم لأنهم شغلوه عن الصلاة ورتبها هكذا، وأنت تقول المتعمد الذي لا يصلي أو يترك الصلاة عمدا لا يعيدها، كيف هذا؟ العلماء قالوا يجب القضاء مع الاستغفار، يعني الذي يترك الصلاة يأثم مرتين، مرة للترك ولا يسقط هذا الذنب إلا بالقضاء، قضاء الصلاة التي فاتت، ومرة ثانية بتأخيرها وإخراجها عن وقتها، فإذا قضى يبقى سقط اسم الأداء في الوقت وبقي اسم التأخير وإخراج الصلاة عن وقتها، يعني يقضي ويستغفر لكل صلاة، هكذا يعني تقرير أهل العلم علماء المذاهب الأربعة. قال الإمام النووي رضي الله عنه: وذهب أو وشز بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عسر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، يعني قال ايه؟ يعني قال ده اثم عظيم لا يخرج منه بالقضاء، يعني يخرج كيف يخرج منه؟ يعني التائب من الذنب كمان لا ذنب له. قال: وهذا خطأ من صاحبه وجرأة، كلام الإمام النووي رضي الله عنه، الإمام النووي الشافعي. قال: وهذا خطأ من صاحبه وجهالة وجرأة، جهالة في فهم النص. فالشيخ السبكي، الشيخ محمد الخطاب السبكي المالكي، قال: وهو كلام حق يجب المصير إليه، يعني الإنسان لا يجوز له أن يفتي الناس بعدم قضاء الصلاة التي تركها صاحبها عمدا، لا يجوز لأحد أن يفتي بذلك، أما من تحمل الوزر وأفتى فهو حر في هذا، لكن يجب المصير إليه ما قاله الأئمة الأربعة رضي الله تعالى. لأن الله تعالى يعني حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن أن فريضة الله على عباده تعني الحج، أدركت أباها لا يثبت على الراحل، يعني الحج أدرك أباها كبير السن لا يقدر على ركوب الراحل، ما يقدرش يسند نفسه على الراحل، أفأحج عن أبي؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه،
أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقتل. فدين الله أحق أن يقتل. الحج دين الله والصلاة ليست دين الله؟ إيه الفرق بينهم؟ إن هو الأعظم عند الله الصلاة. الصلاة بإجماع العلماء أفضل من الحج والصوم والزكاة. حديث الترمذي قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. يبقى اللي فاته الحج وتقضيه عنه بنته بقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ألفاظ كثيرة في الحديث. ومرة واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام غير المرأة دي فقال له حج عن أبيك واعتمر. حج عن أبيك واعتمر. يبقى إذن الفرائض التي تفوت تقضى. يبقى هذا كما قال الإمام النووي وهذا خطأ من صاحبه وجهاله. وكذا لو فعلها باطلة لفقد ركن أو شرط. يعني من ضمن الصلوات التي يجب قضاؤها إذا وقعت باطلة كما حدث مع المسيء في صلاته الذي كان لا يقيم صلبه لا في الركوع ولا في السجود ينقر الصلاة لا يطمئن ولا يعتدل. قال له عليه الصلاة والسلام 3 مرات ارجع فصلي فإنك لم تصل لأنه فقد إيه؟ فقد ركنين الطمأنينة والاعتدال أو فقد شرطا من شروط الصحة صلى لغير القبلة صلى عريانا صلى قبل دخول الوقت هذا فقد الشرط من شروط صحة الصلاة. واحد ده سأل قال والله أنا كنت مسافر ومثلا قبل الظهر صليت الظهر والعصر قبل أذان الظهر قلت أنا مسافر والمسافر يجوز له أن يقدم الصلاة وأن يجمعها فأنا جمعت وقدمت فصلى قبل الظهر الظهر والعصر. أو واحد مثلا يصلي قبل الصبح السيارة مرت عليه قبل الفجر قال استنى أنا أصلي الصبح وأركب معك فصلى قبل طلوع الفجر. فطبعا الصبح والظهر يعني والمغرب لا تقدم على وقته فإذا صلاها قبل الوقت صلاته ايه؟ باطل. يجي يسأل نقول له أعد الصلاة اقضيها لأن وقتها طبعا انتهى. هذه معنى كلام الشيخ الدردير رضي الله عنه بل تركها عمدا أو لنوم أو لسهو وكذا لو فعلها باطلة لفقد ركن أو شرط. هذا كلام الشيخ. قال ولو شكا فأولى طبعا لمن فاتته تحقيقا أو ظنا. يعني لو واحد شك هل صلى العشاء أو لم يصلي من يوم أو يومين أو 3 أيام شك يا ترى أنا صليت العشاء أو ما صليتوش. الشك اللي هو مستوي الطرفين من باب أولى عاد المتحقق إن هو ما صلاش العشاء أو ظن. الظن معنى الرجحان يعني مرجح إنه ما صلاش العشاء. يبقى الشك والظن والتحقيق كل واحد. ليه؟ لأن الذمة عامرة لا تبرأ إلا باليقين. يعني أنت ذمتك معلقة ب5 صلوات فأنت متأكد أنك صليت 4 يبقى ذمتك عامرة
بصلاة خامسة يبقى لابد أن تؤديها قضاء، ما دام فيه شك، شك أو ظن، علشان يبقى كده إيه يعني برأت الذمة، برأت إيه؟ الذمة. ويقضيها كيف، كيفية القضاء طبعا، ويقضيها بنحو ما فاتته، سفرية أو حضرية جهرية أو سرية، يعني يقضي الصلاة كما فاتت. يعني واحد مثلا صلى فاتته الصلاة، أقصد فاتته الصلاة، صلاة الظهر وصلاة العصر، وهو هنا في الحضر، ثم سافر قبل المغرب أو بعد المغرب ولم يصلي الظهر ولا العصر، فبعد ما يصل إلى محل السفر يبقى فاتته إيه؟ الظهر والعصر حضريتان، يبقى يصلي كل واحد أربعة حتى ولو صلاها في السفر، لأن فاتته وهو فين؟ في الحضر. لكن فاتته وهو مسافر، بمعنى هو في الطريق لم يصل الظهر ولا العصر كما يفعل كثير من الناس، والمفروض يصلي ما يأخرش إيه؟ ما يجمعش الأربع صلوات على بعض، لا، لأنه في رخصة هنا، إما يصلي الظهر والعصر قبل ما يركب، أو يصلي الظهر والعصر جمع تأخير في الاستراحة، يعني آخر جمع تأخير يعمل جمع تقديم، هو مخير بين هذا وهذا، ده جائز وده جائز. لكن هو سافر ولم يصلي في الطريق ولا قبل أن يركب، يبقى فاتته وهو في السفر، يبقى لما يقضي يقضي الصلاتين مقصورتين، ركعتين ركعتين. كذلك المغرب والعشاء، واحد راكب من المغرب وصل هنا بعد الفجر، لم يصلي المغرب ولا العشاء، يبقى فاته المغرب والعشاء وهو فين؟ في السفر. لما يوصل بعد الفجر يصلي المغرب ثلاثة، يصلي العشاء ركعتين، ويصلي الصبح. ليه؟ لأن المغرب والعشاء فاتته وهو إيه؟ في السفر. لكن لو وصل قبل الفجر يصلي العشاء أربعة، لأن وصل في الوقت، لسه الوقت إيه؟ باقي، وإن كانت ضروري لكن الوقت باقي، وقت المغرب والعشاء ما زال باقيين، لم يأذن الفجر. كذلك في الظهر والعصر، لو وصل هنا قبل المغرب هو جاي، يبقى يصلي الظهر والعصر حضريتين، يعني أربعة وأربعة. ليه؟ لأنه وصل في وقتهما، ما زال الوقت باقي، تبقى أداء وإن كانت في الإيه؟ في الوقت الضروري. جهرية أو سرية، بس بعض الناس يقضي الصلاة، مثلا تلاقيه يصلي الصبح مثلا بعد طلوع الشمس سرا، أو يصلي المغرب والعشاء مثلا في النهار، أو المهم بعد الإمام، بعد ما الجماعة انتهت تلاقي بيصلي سرا، يعني بيصليها زي الظهر والعصر. لا، وطبعا الصلوات تقضى كما هي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلوات يوم الخندق صلاها كما كان يصليها، السرية سرية، الجهرية جهرية. بالنسبة لصلاة العشاء الوتر والشفع الوتر يصليه؟ أيوة طبعا، ما دام وصل قبل الفجر يصلي المغرب والعشاء بعد الفجر، ويصلي الشفع والوتر. ما دام ما طلعتش الشمس يبقى يصلي العشاء والشفع والوتر، لكن لو طلعت الشمس سقط الشفع والوتر. يعني الوتر والشفع معاه طبعا،
يسقطان بصلاة الصبح في جماعة أو بطلوع الشمس. يعني لو واحد تذكر أنه ما صلاش الشفع والوتر فصلى الصبح في جماعة يبقى سقط الشفع والوتر، لكن لو هيصلي وحده يصلي المغرب والعشاء والشفع ما لم تطلع الشمس. سفر ففورا، يعني حكم قضاء الفوائد على التراخي او على الفور؟ لا، على الفور. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها. في رواية الموطأ: من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها فذلك وقتها. ثم قرأ: واقم الصلاة لذكر. يبقى اذا ذكرها هو ذا الوقت، فوقتها مضيق، وخاصة يسير الفوائد اللي هي صلاة 2 3 4 5، ده اسمه يسير الفوائد. يعني لازم يصلي الصلوات دي، ما يقولش ان شاء الله بكرة او بعد يومين او بعد 3، لا ما يقولش كده. يعني الصلوات المنسية أو المتعمد تركها أو المغفول عنها يجب قضاؤها فورا. قال فورا، ويحرم عليه تأخير القضاء مطلقا سفرا أو حضرا. إن تذكرها في السفر يصليها في السفر، إن تذكرها في الحضر يصليها في الحضر، بس يشوف هو يعني تركها في الحضر ولا تركها في السفر، يصليها كاملة ولا يصليها مقصورة. ويسأل الإنسان قبل أن يقضي، يسأل. صحيحا أو مريضا، خلي بالك. يعني المريض مثلا اللي هو يصلي جالسا لأنه مش قادر على القيام، برضه يصلي القضاء جالسا. إن كان بتيمم يقضي بتيمم، يعني إن كان فرضه التيمم وعليه قضاء، بس عندنا في المالكية لازم يتيمم لكل صلاة، يتيمم لكل صلاة، يعني يضع يديه على الحجر أو التراب ويمسح الوجه ويمسح الذراعين ويخلي الأصابع ويقيم الصلاة كل كل وقت. يعني ما ينفعش يتيمم ويصلي 5 عند الإمام مالك، لازم يتيمم 5 مرات، بخلاف الوضوء لازم يتوضأ ويصلي ما شاء. نعم. يبقى صحيحا أو مريضا، في كلمة مريضا يعني جالسا أو مضطجعا أو قائما مستندا، يقضي على حالته التي هو عليها، لأنه هو بيصلي صلوات اليوم هكذا، فكذلك القضاء يقضي هكذا على حالته. وقت جواز بل ولو وقت نهي كطلوع الشمس وغروبها ووقت خطبة الجمعة، يعني قضاء الفوائد في جميع الأوقات، ما فيش وقت محرم فيه، لا، وإنما جميع الأوقات يقضي، حتى عند طلوع الشمس، حتى عند الغروب، حتى أثناء خطبة الجمعة. بس اللي يجي في وقت خطبة الجمعة ويكون عليه الصبح أو عليه فوائد ما يقفش كده وسط الناس ويجاهل بالمعصية، لا، إذا ابتليتم فاستتروا، شوف مكان كده يتدارى فيه علشان حتى يظن به السوء.
أو يظن أن هو بيتنفل مثلا أثناء الخطبة وهو يعرض عن الخطبة، أو ممكن الإمام يقول له اجلس مثلا، يكون من المتشددين المالكية المتشددين يقول اجلس. في غير مشكوكة، راجع لما بعد المغرب، فالمشكوك في فوادها يقضيها بغير وقت النهي، واستثنى من قوله فورا مطلقا إلا وقت الضرورة. يعني هناك أحيانا صلوات مشكوك يعني واحد شك هل صلى الظهر والعصر مثلا امبارحة أو لا، هل صلى العشاء امبارحة أو لا، شك يا ترى صليت أم صليت، أو الظن على سبيل الظن. يبقى الصلوات المشكوك فيها بها يقضيها، بس ما يقضيهاش في أوقات النهي، يعني ما يصليش المشكوك فيها عند طلوع الشمس أو عند الغروب أو أثناء الفجر لاحتمال أنه صلاها فتكون نافلة، المقدير تكون نافلة، والنافلة طبعا عند طلوع الشمس وعند الغروب وأثناء خطبة الجمعة طبعا محرم. يبقى عشان الاحتمال ده يبقى يقضي الصلوات المشكوك فيها في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة، يعني بعد العشاء، قبل الفجر، بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى العصر، ما يقضيش بعد العصر ولا بعد الصبح ولا عند الطلوع ولا عند الغروب ولا أثناء خطبة الجمعة. الصلوات المشكوك فيها أو المظنون، مظنون أنها تركها إلا وقت الضرورة، بمعنى أن الذي عليه صلوات كثيرة يقضيها يستثني أوقات الحاجة كوقت الأكل، لما قال الشيخ إلا وقت الضرورة أي الحاجة كوقت الأكل والشرب والنوم الذي لا بد منه وقضاء حاجة الإنسان. قضاء الحاجة يعني بمعنى البول والتبرع وتحصيل ما يحتاج له في معاشه، أما باقي أوقات الفراغ يجب عليه أن يشتغل بقضاء الفوائد. هذا كلام أهل العلم. ولا يكون مجتهدا إلا إذا صلى ثلاثة أيام في يوم، يصلي ثلاثة أيام في يوم لا يعد مجتهدا إلا إذا صلى مع كل وقت ثلاثة أوقات، أو يصلي ثلاثة أيام مرة واحدة، يعني صلى الظهر العصر المغرب العشاء الصبح، فيجوز أنه يصلي 17 ركعة ويرجع يجيب 17 تاني لأوقات الخمسة يعني، ويجيب 17 تاني وكده ويقيم الصلاة لكل لكل فرض. طبعا لا يصلي نوافل، لا يصلي الشفع ولا الوتر ولا الفجر، انما يقضي ال 17 ركعه الفرضيه. لكن الذي يصلي الوقت مع الوقت او وقتين مع وقت قد يخرجه من اسم التاخير فقط، يخرجه من ايه؟ من اسم تاخير القضاء، لأن اللي عليه قضاء ذمة مشغولة، فالمفروض يبدأ يسدد الديون اللي عليه، مش ده دين الله؟ يبقى يجتهد في الأداء. فإذا صلى وقت مع الوقت أو وقتين مع الوقت يخرج من اسم التأخير فقط.
لكن لا يعد مجتهدا. طيب، حكم النوافل بالنسبة للقاضي الذي يقضي الصلوات. الشيخ هنا بيقول ولا يجوز له، أي لمن عليه فوائد النفل من الصلاة حتى تبرأ ذمته مما عليه، إلا السنن كالوتر والعيد والكسوف والاستسقاء والشفع قبل الوتر والفجر قبل أداء الصبح. هذه النوافل التي يصليها عندنا في المذهب المالكي لا يجوز له التنفل، يعني ما يصليش تحية المسجد، ما يصليش الضحى ولا التهجد ولا القيامة، إنما يصلي الشفع والوتر والفجر والسنن المؤكدة، الوتر والعيدين والكسوف والاستسقاء. هذا والله أعلم.